السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، ونبارطاجي معكم ان شاء الله واحد الفيديو اللي زوين هكا، واحد الفكره او لا. مهم غدانا وصافي كيف ما درنا ليه حوته معمره. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على هكا بغاو يطيبوا شي حاجه كالحوت، الطاوه ديال الحوت اللي كتجي بنينه، فغنبارطاجي معكم هاد الطاوه ديال الحوت اللي كتجي رائعه. وخالتي غادي تبارطاجي معكم واحد الطاجين ديال السردين بالزعتر، كيجي خطير. السردين بالزعتر وبالبيض البنات كيجي خطير، ودائما قبل ما نحكموا على شي حاجه نجربوها. فعلا انا في الاول ما بغيتش نحكم عليه، ولكن ملي ذقته جاني رائع رائع رائع. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم وفرجه ممتعه. السلام عليكم، اهلا وسهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. واليوم غنبارطاجي معكم نهاري كيف ما دائما، غير اليوم ان شاء الله غادي يكونوا فيه شي حويجات زوينين، غنبارطاجي معكم حتى شي حويجات زوينين. اول حاجه كنبغي نشكر الاخ المهدي العيار على هاد الحوته اللي صيفط ليا، شكرا اخويا، بارك الله فيك، الله يحفظك وين تجيك. كنا بغينا نديرو السردين، خالتي جات وقالت لي جيبي السردين باش نبارطاجي مع البنات، قلت لك غنبارطاجي معكم دول البرد. ياك اخالتي فتيحه غتبارطاجي معاهم دول البرد؟ غتبارطاجي معاهم دول البرد ياك؟ ان شاء الله. قالت لي جيبي السردين وقالت لي شنو تجيب في المقادير وداك الشيء. المهم انا الزعتر راه كاين. غادي تبارطاجي معكم البنات واحد الطاجين ديال السردين، قالت لك هي دول البرد. لاش كيصلاح؟ قولي اخالتي فتيحه لاش كيصلاح؟ نعم، لاش كيصلح؟ السردين هجمت على البرد ولا دابا كياكلوا في هذا البرد، كياكلوا السردين سخون شويه، وغتديري معاه شي عشوب وداك الشيء. غادي معاه البصله والقامه ديالي، وتتوصلي ليه وديك الساعه انا غادي نوجد داك الشيء وغادي هذا. المهم البنات انتم معايا ان شاء الله، غنبارطاجي معكم دو البرد ديال خالتي فتيح. السردين يا اختي السردين. المهم انا غادي نطيب حتى هاد الحوته ملي جات من زهرها تاكلها معنا. وها انتم معايا في نهاري كيفاش داير من الصباح حتى العشيه، اللي قدرت نكمل فيه حتى العشيه. المهم بنات عرفتوا انا راه ما تحط لي التليفون تما، تغفر لي الله. نوجد بعدا نوجد ليها الفلفله ونوجد ليها مسائل. انا راه جالسه كنقطع في الفلفله دابا، انتم شوفوا كنقطعها شويه غليظه باش تشد ليا طيب، ما في الطيب ما تهلكش ليا دغيا. غنعمر الحوته، غندير فيها صافط لي مسكين حتى شويه ديال الكروفيت باش غادي نعمرها، وغادي ندير واحد الطاجين ديال الكفته وغنبارطاجيه معاكم. خالتي فتيحه راه قلت لكم البنات مسمين عليها الحاج بلال، لحقاش كتفهم في هادشي ديال الدول العرب، وهذا عندها معاه بزاف. ايوا صافي، وقلت ليها جايه جايه خلي ديري لينا شي حاجه للمتتبعات. قالت لي نيت مع هذا الشيء ديال البرد راه كينفع هذاك الدول البرد، السردين راه كينفع دول البرد بهذه الطريقه اللي غتبارطاجي معكم دابا. وقلت لها ما كاين باس، واخا نجيبو لك على السردين، جاتك عف السردين نجيبو لك. صافي هادشي اللي كاين اخوتي. غنكمل دابا التقطاع ديال الخضره باش ما نضيعش الوقت، نكمل التقطاع ديال الخضره ونرجع معكم ان شاء الله. البنات كيف ما كتشوفوا دابا غادي ندير الملحه باش نصاوب ديك الشرموله ديال الحوته. درت الملحه، غادي ندير البزار، كنعبر انا بمعلقه صغيره باش ما نبقاش نهز في العطريه بزاف. غادي ندير الكمون، غادي ندير السودانيه، ها قويت منه مزيان لحقاش الحوت كيتواتى بزاف 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 مع السودانيه مع الحار. بصفه عامه غندير التحميره، ما غنديرش هاد العطريه، هي انا اللي كنفضل انها تكون في الحوت ماشي قوه العطريه. غادي ندير ورقه سيدنا موسى، وغادي ناخذ واحد الحامضه، هاد الموسكس كنقطع به الثومه كاع، نلصق فيه القشر ديال الثومه، نتخلص نحاول نتخلص من هاد
العطيمات الحامضه قبل ما كديروها. البنات الا بغيتوها تعطيكم العصير تبقاو ديروها وتجيبوها هكا في يديكم، ومن بعد ديروا هكا فيها واحد الثقيبات هكا. شفتوا انا كندير لها ثقيبات والعصير ديالها كيطيب. شوفوا شحال كتعطي تبارك الله، يعني ما كتضيعش لكم حامضه وخا تكون قاصحه بقاو تكوا فيها بهذا. المهم انا غندير عصير ديال نص حامضه ونص حامضه الاخرى، غادي نديرها حتى غنسيريها غنعصرها فوق الحوت. ونحاول انني نستافد من هاد نص حامضه مزيان مزيان، كتجي هاد الطريقه زوينه. ما غندير فيها لا خيزو لا بطاطا، غندير فيها غير فلفله الفلافل. شفتوا تبارك الله على الوان عطانا سيدي ربي في الخضر، عطانا الوان زوينه كتخرج من الارض ما شاء الله. وخلاص وغادي ندير دابا ثومه، غادي ندير الربيع. ما جبتوش يا البنات الربيع ما جبتوش، ولكن ما تخموش كاين موجود. ايوا يا البنات غادي ندير الربيع واخا ما مديرش، ولكن صافي. دابا البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا غنستعمل هادو. غادي ندير الزيت البلديه وغادي نخلط مزيان مزيان. المهم هذه هي العطريه الاساسيه اللي خاصها تكون، الملحه البزار الخرقوم عفوا ماشي الخرقوم، الملحه البزار الكمون التحميره الثومه الحامض والزيت البلديه والقزبر والمعدنوس. غنسخر شويه هذا الشيء، يعني راه ما تسديش واحد الوقت كثير هاد يعني الطياب ديال هاد سميت. راه واخا نسيت ما درتش الروزي تسلق، انا غادي نديرو راه دغيا دغيا لان ماشي سلقه كامله، راه غير نص سلقه ونكمل الطياب ديالو في الفران. كناخذ الحوته اللي بطبيعه الحال راه مغسوله مزيان، وغادي نبدا كنشرمل فيها هكا من الداخل. نغطيها التشرميل هكا من الداخل ومن برا. واخا راني غادي ندير ديك، شوفوا واحد الكروفيطه لقيتها هنا مودره. شوفوا كنشرمل مزيان عا باش داك ها نتوما شفتوا الحله اللي محلوله، لحقاش انا غنحطها نطيبها هكا. شفتوا غنحطها بحال هكا طيب. غادي نحاول ندير يديا لحقاش ما بغيتش نوسخ يدي على حساب باش التليفون ما يتزيدش ليا كما وقع التليفون الاخر، حيت ملي كنكون كنطيب ونصور يديا كيكون فيهم الزيت البنات. ايوا صافي، ومن تما ولا التليفون تزيت ليا صافي. وغادي هنا المهم هو هو الداخل فين كاينه الهبره، الهبره هي اللي كتمتص ما هنا باش ياخذ اللون وصافي. اما المهم هو هنا نعطيه التشرميل. سمعتوني البنات؟ صافي كنهز هاد الطاوي ديالي وغادي ناخذ صلصه غندير صلصه الطماطم اللي غادي نديرها هي الاولى في الطاوه، وغادي نهز من هنا غادي ندير هنا واحد شويه، غادي نعطيه حقه واحد شويه. غندوز باش نغسل يديا البنات. غادي ناخذ واحد المعلقه ديال معجون الطماطم، انا كندير ديما معاهم الزيت هنايا، كندير الزيت باش كتبقى ديك معجون الطماطم كيبقى مزيان. غادي نزيد زويته طبيعه الحال، راه درت من هاد لاصوص بلا قدامكم راكم شفتوني درتها. غادي نخلط مزيان هادشي كله، عرفتوا راه كتجي بنينه ديال بصح كتجي بنينه. غنزيدها شويه ديال الملحه كتجي خطيره هاد الحوته هادي، وما تشبعوش منها. جربوكم انكم ديروها غير بالفلفله. غادي نضيف ليها شويه ديال الماء شويه تقريبا واحد نص كاس ديال العنبه ديال الماء. شفتوا نخلط مزيان صافي، وغادي نسرحو هنا بهذه الطريقه هادي.
كنسرح اللاطره مغسوله وكلشي نقيه، كنسرح هكا بحال هكا كنفرش لهذيك الحوته. هنا غادي هاد لاصوص اللي بقات ليا هنا، غادي ناخذ الروز اللي سلقته نص سلقه، مازال غادي يكمل ليا السليق في هذا. خديت تقريبا واحد الكاس ديال الروز، غنزيدو على هاد الشرموله اللي صيبت، ها هو راه باقي سخون. يلاه طفيت عليه. بغيتو تكملوا ليه الطياب كملوه، بغيتو ديروه نص سلقه ديروه، راه مازال كيعاود شي نصحي ليا كيكمل الطياب ديالو البنات في الفران. وغادي نزيد عليه الكروفيت، وغادي نخلط هادشي مزيان. هانتوما غادي نزيد عليه واحد شويه ديال صلصه الصوجه. انا عندي هادي ديال الفطر زوينه وكتعطي واحد البنه، ما نعاودش لك. شويه تقريبا واحد ثلاثه ديال المعالق ديال صلصه الصوجه، وكنخلط مزيان مزيان. الا عندكم الزيتون حتى هو ديروه، انا عندي غير داك الزيتون الاخر هو اللي غادي ندير، ما عنديش الزيتون مقطع. كنخلط مزيان مزيان. بغيتو ديرو، انا بغيت ندير الروز لانه هو اللي تيعجبني في التعمار، مثلا في الدجاج ولا في الحوت ولا في هذا. غير نتوما الا بغيتو كان عندكم الفيرميسيل ديروها. دابا البنات غادي نحاول انني بحال هكا غير هنا باش ما نخليش ديك الحوته منها الواقع من المشاكل، غادي ندير واحد الحبات ديال بحال هكا صافي. وغادي نهزها، بسم الله غنهزها نحطها بحال هكا بحال هكا. راه الا مالت راه مازال غنكالي نكالي في الجناب الاخرين، شفتوا كنحطها بحال هكا. غادي نجي مباشره وندير التعميره ديالي اللي كاينه ها بشويه باش الحوته ما تميلش، وراها ماشي غادي تميل، حنا غادي نخدموها بشويه. وحتى الا خفتيها تميل، كنتي مثلا غديري دي الخضيره كاليها بالخضره من الجناب. انا داكشي علاش حطيت الفلفله لتحت، صبقتها باش تشد البلاصه وما تاكلش ليا الطياب من لتحت، فهمتوني يا البنات. ثم هذاك ديال الكروفيت، واخا كتغسلي الكروفيت كيبقى. هانتوما البنات شفتو كنسرحو بحال هكا بحال هكا كنسرح. علاش كنسرح بحال هكا؟ كيعجبني نحط الحوته بحال هكا، ما كيعجبنيش نحطها مجانبه باش اللي جالس هنا ياكل، ماشي اللي جالس هنا يتبرع، وهذاك اللي جالس هنا يعواج لي حنكم، فهمتوني يا البنات. اللي جالس كيهز وياكل، يعني ما كيتصيد حتى واحد صافي. وغنستف ليفلات، شفتو كنستف ليفلات. كما قلت لكم البنات غتقدروا ديروا البطاطا خيزو، ديروا اللي بغيتو، ولكن حنا ملي كتبغي تاكلي الحاجه بالشهوه راه ماشي كتبقاي ديري فيها قوه الخضاري. الخضره راه موجوده في كل وقت وكل حين. من هنا الفلفل مهم، نعمر بالفلافل راه كتجي بنينه بنينه ديال بصح. هنا كما قلت لكم ما نساوش هاد البلاصه اللي هنا، نعاود نقطع هادي صغير باش تكفاني، نبقاو نلعبو على الديكور لان الديكور العين كتاكل قبل المعده. العين كتاكل، تشهيتي شي حاجه واخا ما كتكونيش فيك الجوع، غير من المنظر ديالها كتاكلي منها. ما تشهيتيش الحاجه واخا يكون فيك الجوع ما تدوزيش ليها، راه هادشي اللي كيوقع ليا حتى انا. ملي كتكون شي ماكله ما بنيناش راه ما كندوزش ليها، واخا ما عرفتيش ديري ليا عز عليا البنه، ولفت البنه ولفت داكشي كيكون مضغمر وكيكون عاطي العين. ايوا هادشي اللي كاين. دابا البنات كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ مطيشه
بحال هكا غادي نقطعها دوائر كيف ما قلت لكم زعما المنظر وصافي يكون. غنحاول نقطع هاد الميطيشه دوائر وغادي نحطها حتى هي منها كتطلق الماء ومنها كتجي زوينه في هذا حتى في المنظر كتجي زوينه شفتوا. الا انا تيعجبني بغيت ناكل الحوت بحال هكا ما كنبغيش نقوي ليه قوه الشرموله لا كنبغي ناكلو مع الخضره طبيعي راه الا جربتي تاكليه طبيعي بوحدو مع الخضره والله حتى كيجيك واحد المذاق فيه رائع وعاد كتحسي براسك اكتشفتي الحوت. بلا ما نطول عليكم يا بنات الهضره غادي نجيب الزيتون غنجيب الفلفله السودانيه وغنكمل الديكور ديالي وغنتلاقى معكم غير حيت انا ما موجداش داكشي دابا حدايا. قطع بعدا هادشي نديرو من داك الجنب صافي البنات. ودابا غادي ندير الفليفلات وهادشي اللي كاين ومن الفوق غادي ندوز هنا راه درت الكابر واحد الحبيبات ديال الكابر شويه ديال الزيتون بقى ليا ها هو ديال المسلاله هذا الحامض هذا اللي مرقدين هذا الحيل عرفتوا البنات على مذاق كيجي فيه ملي كيطيبه راه ما يمكنش راه بوحدو هكا ديريه في خبيز كيشهي. صافي وغادي نبدا ندوز واحد القطيرات ديال الزيت البلديه فوق الخضره وفوق الحوته صافي. ودابا غادي ناخد الحامض نص حامضه اللي بقات ليا وغادي نبدا هكا كنعصر فيها فوق الحوته وفوق كل شيء ولكم ان تتخيلوا المذاق ملي طيب طبيعه الحال. صافي هنايا شي هذوك الحامضات اللي درت ما نضيعوهمش واخا عصرتهم ما نضيعوهمش غادي نزوق بهم هكا من الفوق راه كيجي خطير خطير. غادي ندور عليه ورق الطبخ وفوق منه بابي الومنيوم. بالنسبه للفران خاصو يكون سخون تقريبا غادي نعطيها واحد 45 دقيقه ديال الطياب ونرجع معكم. رجعت معكم البنات مع خالتي فتيحه غادي نبارطاجيو معكم واحد الطويجين ديال السردين ها هو ياك خالتي فتيحه. السلام عليكم كي دايرين المشاهدين لاباس عليكم كي دايرين مع الصحه الله يحفظكم. هذا السردين كواري غنديروه بالبصله وغير بصله بوحدها بالبصله غنوريكم دابا كيفاش. هذا خالتي فتيحه علاش كينفع في البرد وقت الشتاء وهذا كيدار زوين كيسخن العظام ياك كيسخن العظام زوين وفيه الفوائد لحقاش فيه شي عطريه وهذا داخلا في هذه العطريه هذه فيه الفوائد. هادشي اللي قالت لي راه مزيان الناس اللي تيضرهم البرد ياك البرد والبرد البرد مزيان كلشي والمهم نقيو الثومه ان شاء الله. ان شاء الله دابا نقيو التويمه انتما نقول لهم المقادير ولا تقولي لهم انت؟ المهم البنات ها هو عندنا كيلو ديال الكفته ديال السردين ما فيهش العطريه ولكن راه مطحون فيه هنايا الربيع والثومه ماشي مشكل هنا ما مطحون فيه الربيع والثومه. هنا عندنا بصله كبيره شويه مشلضه عندنا القزبر ومعدنوس ها هو عندنا الثومه ها هي كتنقي فيها وفي العطريه عندنا الملحه البزار التحميره الكمون الخرقوم عرق وسكينجبير وعندنا هنا القزبر دقيناه والزعتر حتى هو دقيناه وعندنا السودانيه ولا كانش الفلفله السودانيه ديروا الهريسه ياك هادشي غادي ندير هادشي غادي نديروه في الطاجين. دابا انا ملي شفتها جات استغليت الفرصه اننا باش نبارطاجي معنا هاد السردين هذا اللي كدير هذا راه ماكله ودواء ما بقيناش عارف الزميطه راه ولينا ما بقاش عارف الزميطه راه هي دابا خالتي فتيحه راكم عارفين معروفه بالزميطه هي اللي كتصاوب الزميطه هي اللي كنت صورت معاها راكم عرفتوها هاي بين عم الطابليه طابلي ديال الحاد كاع شوفوا الطابلي ديال الحاد كاع صغيره ايوا المهم دابا قلت لكم البنات عاد واس معايا في التليفون كنا داوين هضرنا على هذا الطاجين اللي كدير ديال هذا قالت لي تنكون جايه ونبارطاجي مع يعني نشاركوا مع البنات
وملي عرفت جايه صيفطت على السردين يا اختي جيتي هذه المره على ملاي انت غتجي عاوتاني. ودابا الثومه ان شاء الله حكوا الثومه شنو اللي بغيتو ديال الثومه يعني ثلاثه الروس اربعه اللي بغيتو. الثومه زوينه الثومه الا كانت حمرا زوينه في وقت البرد. الثومه راه شي حاجه راه ماكله ودواء ومنافع بزاف. ومع الحوت هذا زعما مخيره نتوما شوفوا تبارك الله حتى الحوت عند المهدي زوين حتى السردين عنده زوين تبارك الله زوين ماضي يعني ماشي لا ما كنغسلوش انا كيجي كيصيفطوا ليا ناضي مغسول الحبه قد ختها ملي كنصيفط عليه هذاك اللي كيدار وحده على وحده الحبه على ختها تبارك الله عنده داك الشيء ناضي صافي غادي نحيدو هذيك هذيك هادي هاري هذوك نديرهم هنا نديرهم هنا نديرهم هنا في لاباب. دابا انت هي حيت ماشي كوزينتك اختي شدك يا اختي التلبا نعم منك الموت المولاك ماشي مشكل بسم الله الله سيري على الله انا راه وجدت لك هنا العطريه شوفي انت معلقه صغيره ياك صغيره التحميره وعرفتو راه كيجي بنين شحال من خطره كناكلو عندها اول مره غنعرف اش دايره فيه شويه زنجبير شويه البزار ومليحه هذيك الملحه ما تخافيش منها لحقاش ما ملحاش بزاف حيت باقي غنديرو في هادشي غنديرو في ثاني في الطاجين غديري مطيشه لا ما ديريش ما ديري البصله غنديرو البصله صافي وهذا امتى غديريه الزبر حتى هو القزبر القزبر كيما درتو مزيان والزعتر 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 باين غيجي زوين صراحه اي حاجه من عندك راه كتجي زوينه نتمنى صافي وكتخلطي كلشي امتى غديري الحامض الحامض هاد شويه حتى نخلط هادشي عاد راه صافي الحامض واخا صافي تعصر دابا داكشي ورجع معاكم البنات هنا راه ما ذكرناش لكم السودانيه السودانيه درناها دابا غادي دابا صافي غدير دابا الحامض وربيع ياك الحامض وربيع هذا هو داك الطاجين ديال السردين اللي كدوب ليه داك الكواري الكواري اه هو هذا كديرو في البرد هذا كديرو بالحار بالفلفله مزاود راه كاينه الا بغيتي اه بوحدها الطاجين بوحدو اه عرفتو راه تيعاودو عليه هذاك راه بنينه هذاك المره تديرو ثاني مره اخرى راه تيجي عا بالحار عا بالحار طاجين بالحار دو بالحار اه بوحدو ولكن كيبدا غير في البرد وفي هاد الوقيته اه وما تقولي زيد يبرد الحال وهذا زيد يبرد الحال هذاك ضروري ما نبارطاجي مع الناس ان شاء الله كدير واحد الطاجين هو كويرات ولا حوت سردين صين ولا كوير مطحون هو مطحون بحال هذا كديروه البنات وكديروه غير بالحار غير بالمزيودات اه ما تشبعوش منه شي عاودو ليه خطير ودابا خالتي فاتحه اش غديري البصله نفرشو البصله تفرش دابا البصله البصله نفرشوها غتزيدي ديك العطريه ندير العطريه ديريها اسوسي ضروري اسوسو ضروري ما غديريش سكنجبير سكنجبير لا درتوها شويه كنشوفو فيها صافي وغتزيد القزبر القزبر والزعتر والزعتر راه هو الا بغيتي تحركي بهذوك ديال العواد انا حيت فراسك كانوا هذوك عندنا كنديرهم تحت البوطاجي وصافي وملي كنكون خدامه ولا كنصور في الكوزينه كنبدا نحرك في داك ديال لينوكس اللي هو معالق ديال لينوكس هما يقولوا لي ما تبقايش تحركي بمعالق ديال لينوكس وانا نجبدهم حطيتهم قدام باش ما نطيش نساو دابا غديري زويته ولا ماشي دابا غندير واحد شويه ديال الزيت هذا هادو البنات غا يجربوا هذا دابا غنبداو ان شاء الله نكورو ونحطو صافي كتبداي تكوري وتحطي تكوري وتحطي ما كديري لا ما لا والو والو ما كاينش الماء البصله غطلق الماء وغادي هي طيب كلشي اصلا ما غاديش يتعطل هادشي في طيب لان راكم عارفين
ما شهيناكم اللي كتوحم. سمح لينا سمح لينا. الله الا قهرناكم عبد الكلمه في المنظور نقول عليهم اللي كتوحم. المشاهده كسميتها فاتحه فرنسا، تحيه لها من هنا. تحيه لها من هنا، قالت لي راه ولادي كيضلوا شادين صالحه وكاين شي هو اللي دارتها كيقول لي بغينا بحال بحال بغينا دايره لك اختي عتاب ماره. قالت لي قولي ليها نقص شويه. شكر ليا ولادي راه متبعينها بزاف بزاف. سميتهم فاتحه وراه والله ما عقلت. تحيه الفاتحه في نيس. تحيه للفاتحه من فرنسا وبالضبط من نيس، وتحيه لكاع المتتبعين اللي في اوروبا كاملين. تحيه كبيره ليهم واللي هنايا وجميع المتتبعين اللي يعني كيبغيو يسلموا عليا. وديديكاس الفاتحه دابا انا حيت عرفت سميتها، ديديكاس الفاتحه من نيس، وتحيه للمتتبعين كاملين بصفه عامه باش حتى واحد اختي ما يتقلق عليا انا ما قاد على تقلق. يلا اخوتي بلا ما نضيع لكم الوقت بقاو هذا تنساليو ان شاء الله تكور خالتي كل شيء ونوريكم وانتم معنا ان شاء الله في هذا الطويجين العجيب. هما اخوتي دابا حنا ما غنديروش كل شيء، هذا غادي نخليه هكا في العشيه ناكلو لان ما بقاش لينا، حنا بغينا نديرو على الطويجين الصغير. صافي هاد التويمات هادو واخا نحطوهم هنا، نحطوهم فوق هادو هنا نجيو مزيان وغادي لي زويته من الفوق. والو صافي دابا غادي نشعلو عليه، غنشعلو عليه بلاتي نجيب بريكا. يا اختي يا اختي الناس اللي ما يعرفوش البوطه ديال الناس اخرين ياك ما يعرفوش. اختي ما نعرفش انا البوطه ديال الناس اخرين. صافي انا غادي نهزو كان لي حوجك. ها لا عافيه مهيله ياك. لا عافيه مهيله. صافي من قلتي لي لا زويته لا والو. لا والو صافي درنا كلشي صافي ونغطيو عليها البنات ونرجع معاكم. كاين بنات كيف ما كتشوفوا هذا اللاطه ديال الحوته، شوفوا كيفاش كتجي، كتجي كتشهي، كتجي خطيره وبنينه. شفتوا ما بغيتش نخليها تتنقص من الروه بزاف باش هكا نلقاو فين نغمسوا. نشهيتكم البنات. وهذا الطاجين شوفوا البنات راه ما زدناه لا ما لا والو، غير ديك البصله وقد داك الماء ديالها. وانتم البنات قد ما زدتوا في الكواري السردين ما تزيدوا في البصله. هذا البنات البيض هذا غطربوه، خالتي فاتحه انا جوج بيضات غطربهم وتزيدهم عليهم. دابا انا عمرني ما كليت صراحه الطاجين هكا ديال السردين بالبيض، عمرني ما كليت، ولكن غادي نذوقوا ونشوفوا كيفاش غادي يجي وغادي نرد عليكم. يعني الحاجه ما خاصناش نبقاو نتفاجئوا فيها بزاف، ولكن تنذوقوا حيت الاكل تيبقى اذواق. وها هو الطبق الرئيسي ديالنا تبارك الله، كيجا حاجه خطير. بنات خالتي فاتحه احنا دينا ان شاء الله من بعد ما تشحر ولا عزيت هكا كيبان راه زوين. راه زعما ماشي داشو تقولوا حق البيض والحوت ولا والله الا صحي وزوين البرد يعني راه تبارك الله ما نقولش لك كيفاش كيجي. وبنتو راه بحال ما كتاكلوش في الحوت والله العظيم بحال كتاكلوش. غادي انا غنذوق دابا ونقول ليهم ها انت اختي ان شاء الله هادي يعجبهم ويقولوا لي ويقول لي سالي يقول لي واش اختي فاتحه هذا هاد الطاس هذا اللي درتي معروف في شي منطقه ضيقه في شي منطقه فين ضيقه؟ ضيقه عند ضيقه عند الصحراوه. عند الصحراوه الصحراوه كيديروا بالفن ولكن كيديروا فوق البرد هذا هو الطاجين ديالو. راه كيشهي البنات الله حتى كيشهي. صافي البنات دابا غادي نغطيو عليه ونخليوه يطيب وان شاء الله البيض يطيب على البيض على البيض يطيب. صافي راه هو غدانا وجد وصافي وها نتوما معانا ان شاء الله. المهم البنات ها هو الطويجين وتبارك الله الصراحه كيشهي المنظر، المذاق باقي ما شفتوش. شفتو هذا ياكلوا بالصحه والراحه الحوته بالخضيره بالفلافل اللي وريتكم. ايوا انا غادي نذوق. بسم الله قطع لي ماما واحد البيزه ما عجناش البنات لحقاش ما بقاش لينا الوقت، غير باقي يترتر غندوق منه بندوق منه سخون ندوق الحوت ندوق الحوت مع البيض نخلطهم يا ريختي سخون سخون غير شويني ما خصوش يتكال سخون تيبرد تيبرد بصح البيض اصلا ما خاصوش يتكال سخون يتكال سخون تيبرد. انا عا حيت بغيت نذوق البنات انا حتى دابا غنحزرو غنحزرو باش اشوف
صافي نذوق. بسم الله. هنا زوين بيتوه. والله يشي زوين صراحة، زوين البنات والله يدا زوين. بعدا ما بانش ديال المذاق ديال البيض، ما كاينش المذاق ديال البيض، حتى المذاق ديال الحوت ما كيجيش فيه. ما جاش جا 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 زوين والله الا جا زوين. البصله وداك الماء ديال البصله كيدخل في داك اللقامه ديال الحوت، كيدخل في الحوت كيتجي واحد الشكل. جاتني نكهه البصله، ما كاينش، ما كتجيكش النكهه ديال السرديل. لا والله لا لا حتى زوين زعما، ماشي هذا. لا تبارك الله، انا كنقول لكم حاجه عارفاش كنقول، والله حتى زوين والله حتى بنين. ديروها وشوفوا يعني، ديروا وجربوا وردوا وهذا، ما تديروش ولكن جربوا. إذا بغاو يديروها بالبقري يديروها، يديروا نفس العطرية. وضروري السردين، لا ضروري السردين، هذه عاب السردين، هذه بالسردين، عاب السردين صافي سخون صافي. وها انتم جربوا البنات وردوا علينا الخبار، راه انا متاكده غادي تعجبكم. انا عجباتني كنتوما ديرها مسخن ديرهم، تزيد شحال دير مسخن؟ شي معلقه صغيره، شي معلقه صغيره ديال المسخن ديرها معاهم، ماشي مشكل. هكا اللي بغات تسخن واللي بغات تسخن، بحال دابا كاين شي بلاصه فيها البرد بزاف ولا هذا. هذا طاجين زوين والله الا بنينه البنات، ما شهيتكم فيه. وهذا الشيء اللي كاين الخوت، حنا غادي نتغداو وغادي نخليكم في راحه الله، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. وجربوا هذا الطبق هذا قبل ما تحكموا على الحاجه، دائما جربوها عاد باش تحكموا عليها. يلا البنات خليت لكم، انا ما بغيتش نحكم عليه قبيله، قلت تنذوق ولكن بنين صراحه، الله بنين. كون كان ما زوينش والله تنقولها بالله. يلا خوتي بسلامه عليكم.